السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا قصة عن الرزق المكتوب. إذا الله سبحانه وتعالى كاتب لك رزق، هذا الرزق لك لا محال، ما يصير لغيرك هذا الرزق. وكون واثق بالله سبحانه وتعالى أنه هذا الرزق لك. اسمعوا هذه القصة. أكو رجل اسمه حج ياسين. حج ياسين هذا من أيام السبعينات هو سايق لوري، يعني عنده مالته اللوري. هذا يسوق به، يطلع كان ويا الحملات مال الحجاج باللوري، يشيلون يحملون الجنط والأثقال مال الحجاج، ومن يرجعون أيضا يحمل الأثقال مالتهم يجيبها وياهم. هذا شغله. بعدين اتعين كسائق مصلحة في مصلحة نقل الركاب الحكومية، وظيفة حكومية، وترك اللوري ماله باعه، ظل بمصلحة نقل الركاب إلى أن صارت الحرب العراقية الإيرانية. سحبوا مواليده للعسكرية، وإجا العسكرية الاحتياط، لأنه يعني كان خادم مكلف فيها، إجا دخل الاحتياط وجرت يوم يومين ثلاثة سنة سنتين ماكو، إلى ما بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية. طبعا هو بالعسكرية سبحان الله، وابنه الكبير لبس مكلف وياه بنفس الوحدة بنفس الفوج. حج ياسين تقريبا نهاية الحرب العراقية الإيرانية انصاب برجله بشظايا قذيفة هامون، ورجله تعوقت. على أثرها حالوه إلى مركز تداول الجرحى، وبعدين إلى أن اتشافه انحال تقاعد لأسباب صحية، فطلع تقاعد من مصلحة نقل الركاب. والرجل عنده تقاعد، بس كان بذاك الوقت التقاعد يعني فشي جدا قليل، ما يعيش عائلة. ابنه الكبير هو بعد لا يزال كان بالمكلفية، بقية أخوانه يعني ولده البقية كلهم مدارس وطلاب، فيعني يراد له مصرف ما يكفي الراتب التقاعدي، بس يدور على عمل وما دا يلقي. يوصي هذا ويوصي هذا، أصدقاء اللي يعرفهم اللي كانوا وياه بمصلحة نقل الركاب أو غيرهم. هو ما عنده مهنة غير السياقة. إلى أن في بداية التسعينات، في يوم العصر قاعد ببابهم باب البيت، قاعد وزوجته اللي كانت تعينه تشتغل خياطة إلى العالم بأجرة خياطة حتى تساعده بمصرف البيت ومصاريفهم. فقاعدين العصر باب بيتهم فارشكله، وقاعدين وحاطين صينية شاي ليشربون شاي، وإذا يجي واحد علي من أصدقاء القدامى، سلام عليكم. عليكم السلام، شلونك حجي؟ شلون صحتك حجي؟ بعدك تدور على شغل؟ قال اي والله بعدني ادور على شغل. طبعا هنا زوجته دخلت للبيت، قال له استريح، قعد يمه وصاب له شاي. قال له انا ترى مستعجل، وانا اريد اروح للمكان الفلاني، فقضاء شويه نائي حدودي. قال اذا تدور شغل قوم هسه بدل وتعال وياي. كان في وقت ايام شتاء. قال تعال وياي. وين؟ قال له اني اكو شخص هذا اسمه حجي مجيد. حجي مجيد من فضل الله يمتلك لوريات وباصات، وانت تخير شو تريد هناك. اقول له تريد باص، تريد لوري، تصعد بي سايق. واتفق وياه. قال له والله على واه يا ريت. قال له تقوم بدل وامشي وياي، اني هسه رايح. قال له تمام. والله الرجل حجي ياسين شاء صينية الشاي دخلها جوه على السريع، بدل دجداجته وسترته واخذ المحفظه مالته، وقال لها زوجته، قال لها انا رايح ترى للمكان الفلاني. المكان هذا القضاء يبعد عنهم تقريبا فد 4 ساعات.
بالسيارة. روح على الله. فراح ويا هذا صاحبه إلى أن وصلوا بالليل. وصلوا إلى حجي مجيد. حجي مجيد عنده بيته مضيف. كل السواق اللي يشتغلون يمه أصدقائه يوميا يجون غداهم عشاهم بالمضيف. إذا سايق يدخل للقضاء هذا في وقت غداء أو عشاء وياكل مطعم يزعل عليه، لازم ياكل يمه بالمضيف. فبالطريق يسولف له صديق الحج ياسين، قال لي أنا حكيت له عليك، والرجل يعني هو قال لي أنا مشوق أشوفه وريد يشوفك، فأنت بعد وإمكانيتك سولف وياه واحكي وياه. يلا ماشي. فعلا وصلوا بالليل الحجي مجيد. حجي مجيد قام لهم بالواجب وحياهم وأهلا وسهلا ويا أهلا ومرحبا. استريحوا قعدوا وصح على ولدي قال لهم جيبوا العشاء لعمامكم، لأنهم كانوا شوية متأخرين. جابوا العشاء لهم. بعد ما تعشوا وشربوا شاي قال تعالوا اقعد يمي الحجي ياسين. قعد يم حجي ياسين قال له تعال سولف لي، انت شنو اللي ترغب بالسياقة؟ ترغب اللوري لو ترغب المنشئة باص؟ قال له والله اذا اكو باص يا ريت، انا قضيت حياتي اسوق لوري والمنشئة مو صعبة علي يعني، فيا ريت. قال له اكو عندي بالجراج، عنده جراج مقابل بيته، هذا توقف به السيارات اللي عايده اله. قال له عندي بالجراج اكو 3 باصات، تخير وحده من عندهم وتعال قل لي يا اللي تريدها. قال له تمام. راح افتر عليهن، شافهن، سبحان الله دخلت بمزاجه باص نيسان. رجع على حجي مجيد قال له والله يا حجي بصراحة أنا عجبتني النيسان. قال له إيه صار هذا هو، وهذه أكو صاعد بيها سكن، السكن يعني مساعد السائق بيها سكن نار وشرار، هذا سبع وخوش ولد وأمين وخليه علي مناك. قال له خوش. قال له إذن بقعد استريح. صح على ولدي قالهم جهزوها للسيارة. ولدي هم يعرفون شغلهم، يجهزون السيارة من كل شيء، حتى يقيتون التايرات، يشوفون المي مال السيارة، يشيكون الدهن مالها، من كل النواحي. تقريبا بعد ساعة ما صبوا لهم قهوة، شربوا القهوة وهذه، قال له اجا ولدي قال له يابا كامل السيارة. قال له عمي هاي الأوراق مالتها، هاي سنويتها، هاي شغلاتها. ولي قدام أقول لك أني حتى نكون على بينة، أنت تشتغل على الخط الفلاني محافظات. قال له تمام. قال له نتحاسب كل يوم بالأسبوع، يوم خميس خلي نقول نتحاسب على الوارد. قال له تمام. قال له أحسب لك أني كل ما نتحاسب أحسب لك مال أسبوع سياقة كذا مبلغ. قال له إيه. قال له والوارد نقسمه على 3، حصة إلك وحصتين إلي، هاي وحدة. قال له نعم. قال له السيارة مطلوبة، من تفك نفسها السيارة ينفك الدين مالها، ذاك الوقت نتحاسب حساب آخر يصير، وإن شاء الله الله بيناتهم نرضيك. قال له تمام. والله حجي ياسين طلع شغل السيارة، صاحب السكن ماله اجى السكن صعد وياه اتعرف عليه. قال له يلا نتوكل على الله. ترى بصراحة يقول له للسكن، قال له أنا يعني جوعان شغل، صار لفترة قاعد ووضع شوية المادي تعبان. السكن قال له والله يا عمو يا ريت أنا همينة أريد أشتغل على باب الله، هم صاحب عائلة أنا. قال له يلا. بدأوا يشتغلون بذيك الفترة، يعني هذا الحكي صارت بداية التسعينات، كان شغل بالجراجات كلش قوي، جيش وعسكرية وناس تلتحق وناس مجازين وناس كذا يعني. فبدأ يشتغل
يعني تمر عليه أيام، نوبات 4-5 أيام هو ما يبات ببيتهم، يبقى رايح جاي على الشغل، إلى أن يصير الأسبوع الخميس يروح إلى حجي مجيد ويقعد يتحاسب وياه. هو ما سأله، استحى ما سأله، قال له السيارة مطلوبة بس شوكة تفك نفسها، شوكة يفك الدين مالها، ما قال له خليها على الله. وظل يوم يجر يوم وشهر يجر شهر ويشتغل، إلى ما بعد تقريبا 5 أشهر راح دي يتحاسب ويا حجي مجيد. ورا ما تحاسبه قال له حجي هسه اختلفت الشغلة، السيارة مفقدينها وهسه ما مطلوبة، هسه راح يصير حسابنا غير شكل. أنا مو قلت لك؟ قال له نعم. قال له راح يصير الوارد، أطلع لك مال سياقتك الأسبوعي هالقد، والوارد يصير بالنص مو ثلث، بالنص، نص إلي نص إلك. قال له تمام. الرجل من بدايته لأنه صادق بعمله وصاحب مصلحة يعرف، حجي ياسين خلى صندوق صغير بالسيارة، هذا كل ما يريد يودي الحساب الحجي مجيد يشيل مبلغ معين طبعا وقايل له يخلي بالصندوق، هذا يخليه فد شيء احتياطي للعطلات، للتاير، للبنشر، يعني لهاي الأمور، ولا يحسب ايش قد صار عنده. مستمر إلى أن صار فكت نفس السيارة قلت لكم، وصار بالنص الحساب. وأيضا ظل يشتغل، واثنينهم يعني واحد يعني مرتاح للثاني شغلهم، لأنه شغل من يصير يعني بصدق وأمانة الله يبارك به. من بعد أيضا أشهر حجي مجيد قاعد يتحاسب ويا حجي ياسين، قال له حجي ياسين أنت إمكانيتك المادية شلون هم؟ قال له والله حجي الحمد لله والشكر. قال له أريدك تقيم السيارة بالمعارض مال السيارات من حظ وبخت، وتجي تقول لي السيارة تقيمت بكذا مبلغ. قال له تمام، بس أقدر أعرف ليش؟ قال له ما لك علاقة، قيمها للسيارة وتعال قل لي. يعني مو معقولة حجي مجيد يبيع السيارة مثلا، لا عنده سيارات هواية، قال خليها على الله. فعلا راح إلى أكثر من معرض وقيم السيارة، قال لهم قيموا ليها من حظ وبخت، قيموا ليها السيارة تسوى هالقد. بس استحى يقول له الحجي مجيد تقيمت بهالقد. من بعد اسبوع اسبوعين اتذكر حجي مجيد قال لحجي ياسين انا مو قلت لك قيمها للسياره؟ قال له والله حجي قيمتها بس ما ادري، استحي اقول لك انا تقيمت بهالقد. قال له لا ما بيها شيء، قل لي. قال له والله تقيمت السياره بكذا مبلغ. قال له امكانيتك شلونها انت؟ تقدر عن نص مالها تشتري؟ قال له حجي شلون يعني، هاي السياره هي الك، يعني انت خليت لي نص بعدين تريدني اخذ السياره كلها؟ قال له انا عندي خير من الله، انت خطيه ما عندك، خلي تصير السياره هذه لك باسمك. قال له والله هي عندي امكانياتها. قال له اذا جيب لي النص وادير لك السياره باسمك. فعلا بالاسبوع الورا اجى يتحاسب ويا، قال له حجي هذا النص، فلوس النص مال سيارتك. قال الوارد شيله، هذا الوارد إلك، حسبه الفلوس. قال له جاهزة، باكر تبات يمي اليوم انت، باكر نروح للمرور ونسجل لك السيارة باسمك. قال له تمام، مصدق مشذب حجي ياسين؟ يعني هو ما عنده، الله سبحانه وتعالى هيئ له الأسباب وهيئ له العمل، بعدين السيارة هذه المنشئة الباص كله يصير باسمه، منشئة في وقتها جديدة مرتبة، أو حجي ياسين من النوع اللي يتعب عليها يصرف عليها السيارة. فعلا صارت السيارة باسمه.
او حج ياسين طبعا بهذه الفتره ابنه الكبير تسرح من العسكريه وبدا يشتغل، اولاده بعد اصغر من الكبير كمل كليته وايضا بدا يشتغل بمصلحه معينه، فبدت الامور عندهم تتغير تختلف من جيد الى اجود. وحج ياسين يشتغل بهالمنشاه هذه، بعدين حس بنفسه هو تعب، بقى الى ان سبحان الله في عام اعتقد 95 صار نزول رمضان، بدأت تنزل المواد كلها، السيارات كلها تنزل بمبلغ بسيط. ولده قال له يابا بيعها قبل لا يصير نزول اقوى من هذا، خلي نبيع السياره، انت ما طالع بيها، ما تشتغل بيها، ليش تبقى السياره حرامات هيجي؟ عين تبكي عين تضحك. ولده باعوا له السياره، وباعوا له السياره بمبلغ زهيد. سبحان الله، من بعد ما انباعت السياره من بعدها، يعني هو من صار يزور رمضان كليته ما طول يمكن 15 يوم ورجع السوق مره ثانيه، كان فد لعبه سوق، لعبه تجار، ورجع الوضع مثل ما كان سابقا. المهم انباعت السياره. بس بهذه الفتره حج ياسين اموره تغيرت الماديه، اموره صارت زينه، ابنه الكبير صارت عنده سياره سوبر وعنده مصلحه يشتغل بيها، والمصلحه تدر عليهم ارباح جيده، واضافه الى بيتهم اللي ساكنين بيه صار عندهم ثلاث بيوت، واحد قريب على الاخر والاولاد. شوفوا هذا سبحان الله، من يكون الانسان متوكل على الله سبحانه وتعالى وإلى ثقه بالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، الله يرزقه من حيث لا يحتسب. هذه قصتنا نهايتها، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمه الله. قبل لا اختم اخواني اللي ارجو ان تسوون مشاركه للمقطع، رجاء رجاء اريد يصير عندي مشتركين اكثر من اقاربكم من عندكم، سووا مشاركات للمقطع، وان شاء الله جهودكم مشكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.